على أهبة الاستعداد هم رجال المهام الصعبة، من كثب وبنظرات تتجه عن بعد صوب سكان الولايات المسجلة للزلازل ضمن خلية الأزمة الاستعجالية التي نصبت لمتابعة آخر التطورات هناك. أكيد نحن يعني عبر يعني بالوسائل السلكية واللاسلكية يعني بالهاتف نقوم بمتابعة يعني المراكز التنسيقية الموجودة على الوحدات الرئيسية للحماية المدنية بولاية بجاية أو ولاية تيزوز أو ولاية جيجل، يعطونا كل المعلومات من الأخبار أو التطورات، تدعيم ب 1500 تعاون بمختلف الرتب، نذكر منها من ولاية من الدار البيضاء الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، ولاية سطيف تيزي وزو إلى غير ذلك. كذلك هناك فرق سينو التقنية للكلاب المدربة، كاين 15 كلب يعني مدرب. وكذلك وضعت يعني وضع السيد المدير العام للحماية المدنية 17 ولاية يعني 17 فرقة للدعم والتدخل في مثل هذه الكوارث، يعني جاهزة بكل العتاد تاعها والأعوان تاعها، يقدرون ب 1500 تعاون بمختلف الرتب. إمكانيات مادية وبشرية سخرتها المديرية العامة للحماية المدنية للعاصمة تتشكل من عدة إطارات مجندة. خلي هذه كل يعني كل واحد واختصاص تاعه، هناك من الاعلام، هناك من يعني الاعلام الالي، من التدخل من التنسيق بين المراكز التنسيق العملي، كيفيه اخذ المعلومات، كيفيه تسخير هذه المعلومات كما تفضلت منذ قليل حتى نتخذ القرارات الصائبه وفي وقت وجيز يعني للتدخل والتدخل الصحيح. وعن طريقة عمل خلية الأزمة يوضح القائمون على القطاع. هذه الخلية الأزمة عملها هو التنسيق مع يعني المراكز التنسيق العملي بولاية بجاية وتيزي وزو، يعني لمعرفة الأحداث التي تطور الأحداث. مع كل مناسبة أو حدث يكون رجال الحماية المدنية في الصفوف الأولى جنبا إلى جنب مع إخوانهم المواطنين، لتترسخ بذلك قيم التعاون والتضامن بين أبناء البلد الواحد، كل في مكانه وعلى ثغره.